الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لقرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة. وخلال الزيارة رحب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة بالرئيس السيسي في مشهد جماهيري حاشد، حيث توقف الرئيس السيسي ليدير حديثا مطولا مع المواطنين خلال زيارته لقرية الأبعادية بالبحيرة، وذلك لافتتاح عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة. حيث أكد الرئيس السيسي أن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة، مشددا على أن مصر تستطيع أن تتغلب على جميع التحديات التي تواجهها. هذا وأوضح الرئيس السيسي أن تكلفة تنفيذ مبادرة حياة كريمة وصلت الآن إلى 350 مليارا في المرحلة الأولى. وخلال جولته بقرية الأبعادية بالبحيرة رحب الرئيس السيسي بالشباب المتطوعين في حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تفقد الرئيس السيسي دار مسنين الأبعادية في البحيرة واطمأن على النزلاء بالدار، كما رحب الرئيس السيسي بالنزلاء واستفسر عن الخدمات المقدمة لهم. وتفقد الرئيس السيسي أيضا مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، حيث أدار الرئيس السيسي حوارا مع عدد من المواطنين والمزارعين. كما تفقد الرئيس السيسي الوحدة الصحية بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة. واطمأن الرئيس السيسي على جودة الخدمات بالوحدة الصحية واستمع لشرح مفصل عن جهود الوحدة وكذلك الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية. كما تفقد الرئيس السيسي مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، حيث استمع لشرح تفصيلي من أحد المسؤولين حول طبيعة عمل المجمع. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في مقر جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، وشارك في المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب. وفي كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب أكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تقوم بتحريك سعر الصرف إذا كان سينعكس بتأثير على أمن مصر القومي وحياة المصريين. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي. وأكد الرئيس السيسي أن كل التوصيات التي سيتفق عليها في الحوار الوطني سوف يصدق عليها دون قيد أو شرط طالما كان في اختصاصه الدستوري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوصيات التي تخرج عن اختصاص الرئيس سوف يقوم بإحالتها لمجلس النواب. وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من النماذج الناجحة والملهمة من أهالي الإسكندرية.
وتفقد الرئيس السيسي جامعة برج العرب تكنولوجية، وهي واحدة من 7 جامعات تكنولوجية جديدة. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية للطلاب. واستعرض بعض الطلاب أمام الرئيس السيسي النشاطات التي يقومون بها داخل الجامعة وكذلك المشاريع التكنولوجية الخاصة بهم. وخلال تفقده جامعة برج العرب التكنولوجية، استمع الرئيس السيسي لشرح حول شركة انطلاق لريادة الأعمال. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة منحت الشركات الناشئة إعفاءً ضريبياً لمدة 5 سنوات لدعم أنشطتها، مؤكداً تشجيع الدولة للشركات الناشئة وأن تكون منتجاتها بديلة للمنتج المستورد. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي إسراء العقاد، إلى اللقاء.